السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة لما باجي كنت عايز اضيق العقل، يعني عقلة الساعة اللي هي دي اللي هي جي ستيل، اهي نقلبها كده عشان تتعدل. جي ستيل اس 1100، اس 1100. الساعة دي كنت بصراحة كنت متضايق منها قوي، ان هي ما بتضيقش، يعني ما عندناش حته في التضييق، ما فيش حته اللي هي ايه، ثواني اقربها لكم كده معلش، عشان انا بس ايه بتكلم وانا معوج. ما كانش في حته الاخرام اللي هي اللي موجوده دي في الساعات دي. هنا اتاري بقى الموضوع طلع فين؟ طلع هنا، طلع التضييق بيبقى من هنا، من في زي سوسته. بصوا اهي، انتوا كده شايفين صح؟ يعني واجهه كده تكونوا انتوا شايفين اكتر. اهي ثواني كده، اهي اتاري الموضوع في سوسته هنا كده، اهي في سوسته. فانا عشان اضيقها يبقى لازم افك السوسته دي، اعملها هنا كده، كده اهي في زي سوسته اهي، اروح اعملها كده، اجيبها يمين شويه كده، اهي هتتفك اهي في زي سوسته اهي، بفكها اهي دلوقتي تنجز اهي، خرجت اهي، العقل بتتفك من جوه، من جوه اهي. وروح مركب السوسته الجديده اهي، ثواني بس اركبها. واضغط بدي كده على السوستم، اهي اتمسكت، وادي العقله اهي، العقله متشاله لوحدها اهو. واركبها بقى كده، فين البتاع؟ اهي دي السوستم. انا على فكره صح يا جماعه، انا معايا شنطه عده، شنطة عدة كاملة للساعات، فتاحة ومعرفش مسامير وتنظيف، أصل أنا بحب ساعات كنت بصلحهم يعني. تمام أهو، ونروح مركبين السوستة دي هنا، ونشوف التضييقة دي هتيجي على مقاسي ولا لأ، نشوف كده ونجرب. اوكي نضغط على السيستم، عشان انا البسها بقى ونشوف. بسم الله، الله عليك يا حبيب والدك، الساعة قفشت وبقت زي الفل، وبقت ماسكة على ايدي زي الفل. وادي العقلة اهي، العقلة زيادة اهي. هقول لكم يا جماعة ايه الفرق ما بين الساعة دي والساعات التانية، ثواني بس اروح اجيب الساعة التانية اهي. بصوا يا جماعة، في الساعة دي والساعات التانية اهي، دي سيتيزن نايت هوك، ودي تيسو بي ار اس 516. الفرق ما بين دي، بصوا يا جماعه بصوا كده على الخرام هنا، مفيش هنا خرام غير خرم واحد بس، او اللي هي الفتحات دي، اللي هي عشان بس ايه، اخر بلاطه دي لازم تتركب، اخر عقله دي لازم تكون متركبه بسوسته، السوسته ورا اهي، تمام اهي. كل الحتت دي ما فيهاش خرام او ما فيهاش فتحات، الفتحات بتاعتها المفروض اهي جوه. اما بقى الساعات التانيه بصوا اهي فيها خرام اهي، علشان لما نيجي نفك الساعه تتفك من هنا، يعني ندوس هنا كده بزرار، هقول لكم الزرار عامله ازاي. بصوا، علشان انا جبت زي حاجه كده بسيطه كده اوتوماتيك، بنحط البتاعه دي كده هنا ونفتح كده، وتبقى بالسن ده يدخل في الفتحه دي، ويروح مطلع زي حاجه اسمها تيل، يعني تبقى حاجه كده ماسكه في العقله دي، وبتروح ايه تطلعها. اما بقى في الجي شوك دي،
مفيش كده. في دي على فكره جي شوك دي احسن على فكره بكتير. الجي شوك فيها السوست، سوست ورا اهي، سوست ورا احسن بكتير قوي 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 من الفتحات اللي بتبقى دي، عشان الفتحات دي ساعات بتضايق على ان التيل دي او اللي هي فكها بتبقى رخم شويه. اما الجي شوك دي اسهل بكتير. انا والله يا جماعه اول مره لسه فكها دلوقتي، وحبيت ان انا اوريها لكم يعني لايف على يعني على النت على طول. وطبعا طبعا يعني اتمنى طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه. اتمنى تعملوا اشتراك في القناه، واتمنى طبعا كل المهتمين بالساعات يا ريت تدعموهم وتشاركوهم في الفيديوهات يعني في القناه عندي. وكمان القناه بتتكلم عن كذا حاجه، عن التخسيس، عن ان شاء الله المعلومات العامه كلها. وكمان عشان نتكلم في الساعات، عشان اغلبيه مصر يعني ما عندهاش، يعني انا بقول الاغلبيه، طبعا في ناس كويسه جدا وفي ناس فاهمه قوي، بس الاغلبيه ما بيبقوش فاهمين في الساعات كتير. فان شاء الله القناه دي للتوعيه. وانا بس حبيتكم ازاي اوريكم بس العقل، الفرق ما بين العقل بتاعه الجي شوك الجي ستيل اس 1100 وبين الساعات التانية اللي هي الاعتياديه بس. شكرا جدا لكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.